حبايبي النهارده هناخد حرف الجيم، ولازم نعرف نكتب حرف الجيم ازاي. عندي الجيم في اول الكلمه بعمل ايه؟ شرطه طايره فوق السطر، نايمه نايمه على السطر، وتحتيها في نقطه. دي كده جيم فين؟ في اول الكلمه. الجيم في وسط الكلمه، ماسكه ايد صاحبها اللي قبليها وماسكه ايد صاحبها ايه اللي بعديها. اهي نايم نايم كده على السطر، شرطه طايره فوق السطر، نايمه نايمه ايه على السطر، ماسكه ايد صاحبها اللي جاي ايه بعدي. عندي جيم في اخر الكلمه، شرطه طايره فوق السطر، نازله بطن كبيره تخبط فين؟ في السطر، وتحتيها ايه اللي جوه بطنها ايه في ايه؟ نقطه. الجيم في اول الكلمه تاني، شرطه طايره فوق السطر، نايمه نايمه على ايه؟ على السطر، وتحتيها في ايه؟ نقطه. الجيم في وسط الكلمه، فرشه ايديها ماسكه ايد صاحبها اللي قبليها، شرطه طايره فوق السطر، نايمه نايمه على ايه؟ على السطر، وتحتيها في نقطه. حرف الجيم في اخر الكلمه، شرطه طايره فوق السطر، نازله بطن كبيره تخبط في السطر، جواها في ايه؟ نقطه. احنا كده اتعلمنا طريقه كتابه حرف الجيم في اول الكلمه، والجيم في وسط الكلمه، والجيم في اخر الكلمه. عندي صوت حرف الجيم، ها صوته ايه؟ ج. صوت حرف الجيم ايه؟ ج. ايه حركات حرف الجيم؟ تعالوا نشوف كده في خريطة الفصول الأربعة حرف الجيم الأربع حركات بتاعته. حرف الجيم في فصل الصيف كان اسمه إيه؟ كان شال، كان الجيم دي لابسة طاقية من طبعا عشان حرارة الشمس، فبقى اسمه إيه؟ شال، اسمه إيه؟ شال. حرف الجيم في فصل الشتاء كانت المطرة نازلة كده شديدة، والجيم راحت وقع إيه؟ اتزحلقت، بقى اسمها إيه؟ جي، اسمها إيه؟ جي. الجيم في فصل الخريف كان الهواء طبعا مطير ورق الشجر، شايفين واقع ازاي؟ بقى اسمه ايه؟ جو، اسمه ايه؟ جو. حرف الجيم في فصل الربيع كان طبعا الحرف ده كان ساكن وكان الجو ساكن، بقى اسمه ايه؟ جب، اسمه ايه؟ جب. تعالوا كده نعرفوا ايه هي حركات حرف الجيم. ها جا، ها جي، جو، جب. تاني ها جا عليها ايه؟ فتحة، جي تحتيها كسرة، جو عليها ضمة، ج عليها ايه؟ سكون. ايه بقى أصحاب حرف الجيم فين؟ اللي عليها فتحة. تعالى نتعلم كده، نكتبه أول حاجة ايه؟ سورة ايه دي؟ جرس. سورة ايه؟ جرس. أول حرف فيها حرف ايه؟ الجيم، ج ج. تعالى تاني نكتب حرف الجيم، شرطة طايرة فوق السطر، نايمة نايمة على ايه؟ على السطر. صوت حرف ايه ده؟ را، را. ها شرطه واقفه كده على السطر وتنزل تتزحلق تحت ايه؟ السطر. جر. صوت حرف ايه ده؟ السين. ها نازل طالع نازل طالع، ينزل يخبط فين؟ ها السطر. طب مين الشاطر يقول لي جرس؟ جا، الجيم عليها ايه؟ ها فتحه، برافو. جا جرس، جا جرس. طب سورة ايه يا كيشة؟ ها؟ سورة جسر، سورة ايه؟ جسر. طب الجيم تحتيها ايه؟ كسرة. طب جسر دي بتتكتب ازاي؟ ج ج جسر. شرطة طايرة فوق السطر، نايمة نايمة على ايه؟ السطر. صوت حرف ايه ده؟ سين، برافو. نازل طالع نازل طالع، ينزل ينام ايه؟ على السطر. صوت حرف ايه؟ الراء. ايه؟ شرطة كده فوق السطر وتنزل تتزحلق ايه تحت ايه في السطر. جسر، جي جسر، تحتيها ايه جسر دي؟ تحتيها كسرة، جي جسر. جو، جيم عليها ايه؟ ها جو ضمة. سورة ايه تيجي؟ جبن، جو جبن. شرطة طايرة فوق السطر، نايمة نايمة ايه؟ على السطر، وتحتيها في ايه؟ نقطة. جب، ف ب. ها ب. صوت حرف ايه ده؟ النون، برافو. طيب هي جو، جو وسط ايه؟ جو عليها ايه دي؟ ها ضمه، برافو. جو جبن، جو جبن. جي دي ايه؟ جي ساكنه، ج. ازاي سورة ايه دي بقى؟ رجل، رر. اول حرف ايه في رجل؟ رر، را. نزلت الزحلق تحت السطر،
عندنا يكون قلت كبير ويخبر كمي ايه في الصبح. طيب هي الشمس هي معناها ايه؟ ها سكون عليها ايه؟ سكون. تاني نعرف كده ايه اصوات حرف الجيم اللي هي بالحركات بتاعتها؟ ج ها جي جو ها ج. زي ايه؟ ج جرس، جي جسر، جو جن، ج رجل. احنا طبعا هنعرفه بقى دلوقتي هي الحروف ديت كنا قاضيين اخذنا حرف الجيم، واخذنا قبل كده حرف الراء، واخذنا قبل كده حرف ايه؟ السين. الثلاث حروف دول يكونوا لي كلمه، ايه الكلمه اللي يكونوها لي؟ اول حاجه حرف ايه ده؟ جيم. طب الجيم دي هتتكتب ازاي؟ ها؟ شرطه طايره فوق السطر نايمه، نايمه على ايه؟